الأخر مبارك تقدم بتهاليل الخالصة من مسجد عثمان بن عفان من يربون لكل الأمة الإسلامية والشعب الجزائري خاصة. مهنئهم كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك، كل عام وانتم طيبين. من مسجد عثمان بن عفان في يرمول هذا الشباب يتوعى ربي يشد الذيهم مني أقاعد مبارك، كل عام وانتم طيبين إن شاء الله. عودوا بصحة وسلامة يعقوب العبد إن شاء الله. عيدكم مبارك كل الأمة الجزائرية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتمنى للأمة الإسلامية كطالبة عيد مبارك، وإن شاء الله يعيدوا علينا ربي سبحانه بالهناء والبركة إن شاء الله يا ربي. ساعدكم كل الشعب الجزائري وبالخصوص الشعب مجاجة وبالأخص شعب يرمو، ساعدكم كل عام وأنتم بخير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي من علينا الله تبارك وتعالى بهذا اليوم الأسعد المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليوم والبركة، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. نهنئ جميع الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، كما نتمنى لهم عيد أضحى مبارك سعيد لسكان حي يرمول وسكان بلدية الدجاجة عامة، ونتمنى لهم عيد سعيد مبارك. كما لا ننسى إخواننا المتغربين علينا سواء خارج الوطن أو داخل الوطن مثل الجيش، دارك الشرطة، عيد سعيد مبارك لهم. الحمد بالصحة والسر والهناء للجزائريين، وتمني بالازدهار والتطور لبلادنا. الصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر الله أكبر، عيدكم مبارك إن شاء الله، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم يا ربي ارزقنا الصلاح والفلاح، وكل أيامكم عيد إن شاء الله. الله يجعلكم العام مبارك، الله يجعلكم سمع منكم خير إن شاء الله يا رب. عيدكم مبارك يا سلام الحاج، كل أيام عيد. الله يجعلكم كل عام وانتم إن شاء الله يا رب. عيدكم مبارك، أمين أمين. كل عام يغفر الذنوب إن شاء الله. كل عام وانتم طيبين إن شاء الله يا رب. عيدكم مبارك، كل عام وانتم طيبين.